كرة القدم. الشيء الرائع أيمن يحاول سدد، الله جول! حضر الهداف وسجل الهداف أيمن حسين. أيمن حسين هدف لصقور العاصمة في مرمى فرسان المملكة هنا في قلب العاصمة بغداد. سجل 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 أيمن بيساره بكرة قوية على يسار حارس المرمى أمجد رحيم ليتقدم. القوة الجوية هدف أول للصقور، هدف أول للقوة الجوية. شوف الإعادة، الإبعاد اللي كان خاطئ من صمويل باها، وصلت لأيمن، وصلت للهداف، وصلت للي ما كذب خبر. أيمن يسجل هدفه رقم 20 في دورينا من خلال هذا الموسم، وهو الهدف الأول للقوة الجوية من خلال هذه المباراة. هدف لأيمن، هدف مقابل لا شيء. الآن خذ مباراة، الآن خذ مباراة ما بعد الهدف. بالسلامة لصامويل باها اللي أخطأ بإبعاد الكرة، وبعد ذلك القوة الجوية يستغل هذا الخطأ. وأي استغلال، الاستغلال بهدف شيء رائع بالنسبة للقوة الجوية، وبالتالي القوة الجوية يتقدم الآن. شوف شهاب، شهاب رزاق في هذا الضغط لأيمن، وأيمن اللي تقدم فيها وبيساره بيساره بيساره. أيمن سدد الكرة هوب في المرمى ليتقدم الصقور بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء. لا، هل سيعود نفط ميسان؟ هل سيتعادل نفط ميسان؟ هل سيحاول نفط ميسان عن طريق لاعبيه وعن طريق بالتحديد الهداف على الدين التالي أو بنيامين أو جعفر أو غيره من اللاعبين؟ بالسلامة لي صامويل باها اللاعب الكاميروني. ربما لا يستطيع اكمال المباراة، او اذا ما كان يعني حكم المباراة ينتظر الفار. اذا ما كان هناك خطأ تبقى رؤية وقرار الحكم احمد كاظم، اذا ما كان فيها خطأ او لا. هنا الإعادة لأكثر من زاوية، لأكثر من مرة، وبالتالي هو من يقرر وهو صاحب القرار. بكرة شهاب رزاق وصامويل باها، إذا ما كان فيها تلامس بقدم على قدم اللاعب صامويل. في بعض المباريات او في اغلب المباريات يعني معلق المباراة حالة من حالة حكم المباراة، هو يشاهد الفار وانا اشاهد امام الشاشة، انا اشاهد اللقطة وهو يشاهد اللقطة، انا ارى الحالة وارى القرار وهو يرى الحالة ويرى القرار، ولكن هو من لديه القرار وانا لست بصاحب القرار ولا حتى يعني اعطي رأي. وهكذا يعني منذ السماع لا اتدخل في الامور التحكيمية في دورينا. حكم المباراة، وبالتالي الهدف لمصلحة القوة الجوية، الهدف لمصلحة القوة الجوية، وبقرار من حكم المباراة يقول بانه الحالة سليمة. هذا قرار احمد كاظم يقول بانه الحالة سليمة. وهنا ايمن اللي سدد الكرة على يسار حارس المرمى امجد رحيم. هل يعود نفط ميسان؟
هل يتعادل نفط ميسان من خلال هذا؟ يصل للهدف طبعا القوة الجوية يصل لا شيء لنفط ميسان. سجل الهدف أيمن من تسديدة قوية سجل أيمن حسين. هنا علاء راح يسجل التعادل. جول فرسان المملكة، فرسان المملكة يعودون عن طريق الهداف. اي والله علاء الدين الدالي 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 يعود 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 الدالي لنفط ميسان. الله عليك، الله 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 على جمال الهدف. تجاوزت تجاوزت الخط وبالتالي يتعادل نفط ميسان، يتعادل فرسان المملكة هنا في ملعب الشعب هنا في العاصمة بغداد. وبالتالي هداف الفريق علاء الدين الدالي يصل للهدف الثالث عشر له هذا الموسم مع نفط ميسان، وهو هدف التعادل أمام القوة الجوية من خلال هذا اللقاء. حلوة 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 المباراة من خلال شوطها الثاني، جميلة المباراة من خلال شوطها الثاني. وبالتالي نتمنى أن تكون الأمور بأكثر حضوراً للأهداف من خلال الدقائق القادمة.